أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا صدق الله العظيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى قالوا بلى
ولكن حقت كلمة العذاب على بالصمد والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال صلى وعاده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم حبيب بسم الله صدق الله العظيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل
لحقوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا صدق الله العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله وقهم عذاب الجحيم. ربنا 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 وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا
ربنا وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات عدن ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وقيم السيئات وقيم السيئات وما تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن تؤمنوا فالحكم لله صدق الله العظيم ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء
ما يتذكر إلا من ينيب فدعو الله فدعوا الله مخلصين له الدين وله الكريم رفيع درجات العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لا ظلم اليوم الله سريع الحساب صدق الله العظيم. بالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. هكذا اخوه الايمان والاسلام كنا نستمع القران الكريم الخبير للاستاذ القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينه دمنهور على مقدرات الصوت والفراش الحديثه الكبرى والمعرض الفني كانت تركبت من تحت درجة توكل على الله الحاج عبد المنعم زغزوغ واولاده المحل الرئيسي في تاي بارود. حضرات الساده المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا وانا لله وانا اليه راجعون.